ومن العلامات الصغرى للساعة أن تكثر الطباعة، وهذا شيء مشاهد في هذه الأجهزة الحاسوبية. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في المسند: بين يدي الساعة ظهور القلم. وعند النسائي: إن من أشراط الساعة أن تكثر التجارة وأن يظهر العلم. سبحان الله، مر معنا أن نقصان العلم من العلامات الصغرى. كيف يظهر العلم؟ نقصان العلم هو نقصان العلم الديني، أما ظهور العلم هنا كما عند النسائي هو العلم الدنيوي. ولذا قرن بينه وبين ذكر التجارة.